الدكتور وليد فتيحي ضيف برنامج في الصميم مع عبد الله المديف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حوار حميم وأسئلة في الصميم. باسمكم أرحب بضيفي الدكتور وليد فتيحي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمكم. أريد أن أبدأ معك في قضية أنت دائما تتحدث عنها وتذكرها، اللي هي قضية بناء الإنسان. هذا الإنسان كيف يمكن أن يبنى وكيف يمكن أن يتغير إلى الأفضل؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أنت طبعا عندك فكرة أنه أنا عشت في أمريكا 20 سنة. حجيها كمو أمريكا هذه، وحقيقة ما عدت إلا من أجل هذه القضية. يقول مالك بن نبي في، وهو طبعا من رائدي النهضة، وكتبه الآن تعتبر هي المدرسة لمعظم الناس اللي هم كرسوا حياتهم أجل النهضة. يقول: الحضارة تبنى بثلاث: إنسان وتراب وزمن. إنسان وتراب والزمن، وكل ما عدا ذلك هي مكتسبات. وأما المحور حق الثلاثة دول هو الإنسان، لأنه بالإنسان الواعي المدرك لوظيفته على وجه هذه الأرض يستطيع أن يحول التراب بين يديه إلى ذهب وإلى ثمار وأشجار، ويحول كذلك الوقت إلى فعالية، وإلا مات الوقت، قتل الوقت، والتراب ليس له قيمة. الإنسان هذا هو أقدس ما في الأرض، هو فيه نفخة الرحمن. عندما نزلت الآية التي تذكر مراحل تطور الإنسان من العلقة المضغة عظاما، ثم كسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر. الآية عندما نزلت، من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم كان سيدنا عمر، فقال: فتبارك الله أحسن الخالقين. قال: كذلك نزلت يا عمر. الخلق الآخر هذا هو خيرنا نحن أن نرتقي، وليس هناك حدود. وهل هناك ارتقاء أكثر من أن يعلم العبد ماذا يريد الرب أن يقول؟ وافق عمر مقولته الوحي. الإنسان هذا هو أقدس ما في الأرض، طاقة عجيبة جدا. الطاقة الحقيقية على وجه الأرض هي الإنسان، على فكرة مش موارد طبيعية ولا عبارة عن صناعات. الإنسان هو المحور، لابد أن نعيد بناءه مرة ثانية، ويستطيع أن يقوم الكثير. طيب، كيف هذا؟ يعني احنا متفقين على أنه الإنسان هو المحور، هو القضية، لكن كيف يمكن أن نغير هذا الإنسان؟ أولا بكلمة، يعني شوف، كل المعجزات من آدم عليه السلام وحتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي معجزات حسية تتحدى العقل، تهزم العقل فيستسلم. عصاة تسعى، بحر يشق، عيسى يحيي الموتى. لماذا؟ لأن الهدف منها أني أنا أتحدى العقل، أهزم العقل فيستسلم. أما في الإسلام، ما هي المعجزة؟ وش المعجزة؟ همسة في الغار، اقرأ. نحن أمة نفخر أنه المعجزة عندنا مختلفة، ليست من أجل أن تهزم العقل فيستسلم ويخنع، وإنما تستنهض العقل. المعجزة الحقيقية في الإسلام، واحد يقول لي المعجزة هي القرآن الكريم. لو حطيت القرآن الكريم كده على الطاولة وقعدت تفرج عليه 100 سنة، هل حيسوي شيء؟ المعجزة الحقيقية في الإسلام هي قدرة هذا القرآن أن يفرغ في هذا الإنسان فيخرج منه المعجزة. المعجزة أنا وأنت إن أردناها. المعجزة كيف استطاع هذا القرآن أن يفرغ في إنسان بسيط في الصحراء فيخرج منه في أقل من 20 عاما أغرب وأسرع طفرة حضارية في تاريخ الإنسانية. نبدأ مرة أخرى بأول فرض وأول أمر هي اقرأ. لكن ما معنى اقرأ؟ لماذا جاء الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ؟ حتى يحرر من أحد الحكم، أن يحرر مفهوم القراءة من مفهوم القاصر للقراءة الأبجدية إلى قراءة الكون الشاملة، الآيات. يعني القراءة مش هي قضية قراءة أحرف، هي قراءة شاملة، قراءة الكون، قراءة الآيات وتدبر فيها. مع أنه حتى القراءة العادية، نحن أمة محمد أصبحنا أمة لا تقرأ في الدراسة اللي عملوها. يعني هذا 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 معنى ملفت. يعني أنت تقول أنه الإقرأ مش القضية أنه تمسك مثلا حروف معينة وتقعد تقرأها. القراءة الشاملة، قراءة الشاملة والتاريخ والآيات والعبر واستنباط كل هذا منها. وهذه من أحد حكم أن يجعل الله سبحانه وتعالى النبي الأمة تقرأ لا يقرأ، أمي من ناحية القراءة اللي هي الأبجدية والشاملة للكون والآيات. نحن أصبحنا أمة لا تقرأ، لا أبجديا ولا حتى القراءة الشاملة. يعني هو أنت تقول المدخل هو قضية القراءة الشاملة،
نعود مرة ثانية نصب العيد مرة ثانية أمة إقراء، نحن أمة إقراء. إيش كمان غير أنه إحنا نحتاج إلى قراءة شو؟ هو على فكرة أنا عندي دورة كاملة 3 ساعات عبارة عن 6 محاور رئيسية واستنبطتها من كتاب اللي هو البوصلة القرآنية للدكتور أحمد خليل العمري. نتحدث في أسس معينة، القراءة واحدة منها، والثانية السؤال، جذر السؤال في القرآن الكريم، أصبحنا أمة تسأل، أمة متسائلة. طبعا يعني تصور سيدنا إبراهيم قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، يبقى في الكيفية the know how. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. يعني معنى السؤال لا يؤدي لحد، السؤال يؤدي إلى اليقين المتجدد. سيدنا عمر كان يقرب إليه عبد الله بن عباس وكان عمره 12 سنة، فالصحابة قالوا يا أمير المؤمنين لما لا تدعو أبناءنا؟ قال إنه فتى الكهول، إن له لسان سؤول وقلب عقول. سيدنا موسى قال ربي أرني أنظر إليك، هذا سؤال يسأل سيدنا موسى، هل ربنا عاقب هؤلاء بصواعق؟ أبدا، تجذر السؤال حتى سل بني إسرائيل، يعني حتى أسأل عدوك استفيد منهم. هذا العنصر الثاني اللي هي التساؤل، قراءة ثم تساؤل. تساؤل ثم الأسباب والنتائج. كيف الأسباب؟ القرآن كله يتحدث عن أسباب ونتائج، سواء كان في العصور تاريخ الأمم، انظروا إيش صار الناس اللي قبلكم، فرسخ موضوع السبب cause and effect، أسباب والنتائج، أصبحنا أمة تبحث. بل الشيء الجميل لما إبراهيم سأل، عشان بس أفهم معك، هي قضية البحث، البحث ولا هي قضية ما فهمت؟ هي حاجتين، أنه عندك كل شيء عندك عبارة عن في أسباب ونتائج. خليني أوضح لك، هي في طريقة إجابة الله سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم. طيب وضح. لما قال له أرني كيف تحيي الموتى، كان ممكن ربنا يقول له هات طير واذبحه ورجع لك هو، ما قال له كده، قال خذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهما جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. طيب ليش التعب ده كله؟ لي 4 طيور وحط في كل جبل منهم جزء ثم أدعوهم مرة ثانية. طيب إبراهيم عليه السلام يتأكد أن 4 دول حقونه، إيش لازم يعمل؟ وش سوى؟ لازم يرقمهم، يحط علامات، صح؟ لازم يعمل جهد. هذه الطريقة العلمية للبحث رسخها الله سبحانه وتعالى، فأصبحت أمة محمد يعني معنى آخر أجابوا بطريقة يعلموا الطريقة العلمية البحثية اللي هي المراقبة، التسجيل، ثم الملاحظة والتدقيق، ثم النتيجة. لذلك قبل كم سنة في نيويورك تايمز حطوا سؤال، من هو أكثر شخصية أو أكثر إنسان غير في العلوم في العالم؟ كتبوا أشياء كثير، واحد منهم كتب، كاتب قال أكثر واحد أثر واحد اسمه أبو الحسن ابن الهيثم اللي هو البصريات، لأنه وضع أسس العلم التجريبي. من علمه ذلك؟ القرآن الكريم هو الذي وضعه. طيب هذه ما نقدر نسميها هي ثقافة البحث وتدخل ضمن، عشان بس نفهم، بس كانت موجودة، دي ما كانت موجودة أصلا، كان في الغرب الطريقة البحثية اللي هي التجريبية المراقبة، كان أي واحد يتبعها في الغرب من العلماء يسموه هيرسي ويعدم. المسلمين هم بدأوا هذه الطريقة البحثية. هذه القراءة والتساؤل الأسباب والنتائج، إيش كمان؟ الإيجابية. الإيجابية؟ نعم. كيف؟ القرآن بدأ، من هو أول نبي قصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم؟ هل هو نبي الله موسى؟ كاد القرآن أن يكون موسى. هل هو نبي الله نوح الذي يعني الذي بنى السفينة؟ هل هو سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء؟ هل هو سيدنا سليمان الذي أوتي ملكا ما ينبغي لأحد قبله يعني من كان؟ من هو النبي؟ من؟ نبي الله يونس. طب ليش يونس؟ ما هو الدرس؟ إيش الدرس؟ يونس أول من قصة لأنه يونس تجربته عجيبة جدا. يونس هو النبي الوحيد اللي قرر أن يترك المهمة حقته، وهو النبي الوحيد الذي آمن كل قومه. هو النبي الوحيد الذي آمن كل قوم، هو بطل يعني ما هو مؤدب عشان يكون النبي، اللي هو تخلى عن المسؤولية دون أن يأخذ إذن، وذهب للسفينة وألقوه في البحر وأكله الحوت ثم أخرج من بطن الحوت. ما الذي أخرجه؟ كلمة واحدة، إني كنت من الظالمين. كيف ظالم يا يونس؟ أنت دعوت قومك وكفروا بك وألقوا بك في البحر والحوت أكلك، كيف تكون ظالم؟ لأنه أدرك أنه تخلي عن المسؤولية ظلم.
الآية نزلت ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم. فالله جل يحمي سيدنا محمد، طبعا يقف أمامه الأصنام وقريش وكل هذه الطريقة الحياة، مسؤولية عظيمة جدا. فربنا عشان يحمي المسلم من أولها قال له لا تكن كصاحب الحوت، لابد أن تؤمن. أن هذه المسؤولية ولا الإيجابية؟ هذه إيجابية، أنه نعم واحد شخص يستطيع أن يغير الكثير والكثير. سيدنا يونس عليه السلام عندما فهم فألقيناه في العراء وهو ما بدي أغلط، المهم ربنا ألقاه في العراء. طب ليش ربنا ألقاه في العراء؟ لما ألقاه في جزيرة فيها حد جسمه أشجار وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. هذه رمز إيه؟ رمز إيه؟ أنك لو آمنت أنه في أمل الله عز وجل يخرج من الأرض هذه الثمار. وهذه نفس القصة مشابهة بها سيدنا محمد عندما كان في الطائف وجلس واستند على حائط، ثم أتاه الغلام ملك جبريل في الأول، بعدين أتاه غلام وقدم له عنقود العنب ودعا الدعوة حقته. فالإيجابية زرعت في القرآن الكريم، هذا المحور الثالث أو الرابع. والمحور الخامس هو العقل. العقل لم يذكر في القرآن الكريم بالعقل اللي هو إلا الذي يربط الأمور، الحكمة. فالقرآن الكريم من جاء زرع هذه الأمور وغير جزئية كمان مهمة جدا. أنت عارف ليش العرب كانوا مختلفين عن كثير من الحضارات الأخرى؟ كل حضارات البيئة الصعبة تؤدي عندهم إلى ما يسمى بالتحدي، التحدي المبدع أو التحدي المنجز أو الخلاب أو الخلاق، التحدي الخلاق. العرب ما كان البيئة الصعبة إلا أدت إليهم نوع من التكاسل أكثر وأكثر. إيش كان عندهم؟ كان عندهم مرض اللي هو احتقار العمل. احتقار العمل تشريف الكسل. لذلك يسموا الأعمال اليدوية بالمهن من الامتهان. ما حد يشتغل في التجارة في النجارة والحدادة ولا الزراعة ولا الحراثة إلا العبيد. لذلك يسموا العبد أفلح. فجاء القرآن الكريم قد أفلح المؤمنون والزارعون، الجسم كله يتحدث على الزراعة والحصد والزراع، رفع مستوى ثقافة العمل، وحتى الله سبحانه وتعالى يعمل بيده. طيب مو بس كده، لما جاء القرآن الكريم كان إيش؟ كان الدين مشكك، مظبوط، والعمل محتقر من أول يوم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ربط ما بين الإيمان والعمل الصالح. طب الإيمان مشكك فيه أصلا والعمل محتقر، طب ليه ربنا تجمعهم من أول يوم؟ لأنها متلازمة مصيرية. ما في إيمان بدون عمل. الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما وقر في القلب وصدقه العمل. هذه كلها هي أمة محمد. جاء القرآن الكريم وفرغ في هذا الإنسان وأخرج منه المعجزة اللي رأيناها، أصبح مركز عالم في أقل من عقدين من الزمن. لم تكن هناك حضارة أخرى. إيش السادسة والأخيرة اللي ممكن تغير الإنسان أيضا؟ نحن ذكرنا الجديدة والثانية، القراءة، واحتكرنا التساؤل، تقرنا الأسباب والنتائج والعقل والإيجابية. والإيجابية بقي لك واحدة، خلي اللي أنت ذكرت. طيب خليني أسألك عن شغلة ثانية أنت دائما تطرحها وأنا يهمني كثير أني أفهمها، اللي هي قضية أثر النية في إعادة البناء والتغيير. يعني موضوع النية هذا كثير يتحدث عنه، في الشرعيين يقولون لهم طريقة ودائما يأتون بالحديث اللي موجود في صحيح البخاري، علوم حقين علوم الطاقة يأتون بمعنى آخر. نعم. أنت أيضا لك معنى آخر يعني مختلف، حتى أنه أنا مرة حضرت لك محاضرة وكنت أقول أنه النية أثرت، نية الإنسان أثرت على النبات وجعلته يتحرك. صحيح. نعم. أقنعني. أول شيء بالنسبة للنية، للأسف نحن لم ندرس كيف نصنع النية مع أن هي أهم شيء في حياتنا. حتى علماء الغرب واحد اسمه وين داير يتحدث أنه كل ما نقوم به في حياتنا هو عبارة عن هناك واحد مصدر للطاقة ما في غيره، الله سبحانه وتعالى. وكل ما نقوم به في هذه الأرض هو إصلاح النية حتى نكون أهل أن يغدق علينا من هذه الطاقة. الآن وجدنا أن النية هي ليست فقط عبارة عن إصلاح القلب عشان العمل يكتب لك أجر يوم القيامة، وإنما النية في حد ذاتها لها طاقة جبارة تؤثر على كل شيء حولك.
والآن علماء، يعني واحد ويليام تيلر من أعظم علماء الفيزياء في العالم في ستانفورد يونيفرسيتي، وقام بتجارب علمية واضحة جدا. جاب غرفة فرغها من كل أنواع الكهرباء، أوقف فيها الشخص اللي حرك يده تطلع منه كهرباء، أوقفهم ما في أي حركة ما في كهرباء، ثم طلب منهم أن يستحضروا نية عمل طيب، ورأى أن الكهرباء ارتفعت في هذه الغرفة فقط من إحساس الإنسان بأنه بده يعمل عمل طيب. هاي الذبذبات اللي الشخص يقول لك عنده ذبذبات قوية، عنده حضور قوي. أنا أؤمن سيدنا عمر لما يدخل يقول لك عندما يمشي في شارع الشيطان يبتعد عنه، قد يكون سيدنا عمر الهالة حقته ما شاء الله تبارك الله بأمتار وأمتار. النية عبارة عن بالنسبة لي ما يقول النبي يقول ما سبقكم أبا بكر بصلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في نفسه. للأسف نحن ننظم الدنيا من حولنا ونترك الفوضى في نفسنا، لم نعلم كيف نصنع النية. كيف نصنع النية؟ طيب صناعة النية خليني كيف أنا أحاول أستطع النية. جميل. طيب سيدنا عمر جاء يا رسول الله، قال رسول الله أنت أحب لي من أبي وأمي، قالوا من نفسك يا عمر؟ ما جامله. أيه؟ قال طبعا يا رسول الله ده شيء فيه كلام. ما قال. أيه؟ عاد إلى نفسه. أيه؟ غاص في أعماق نفسه. سيدنا عمر يحب نفسه كما يجب أن تحب نفسك، لأن نعم. فيك نفخة الرحمن، ولكن يحب نفسه منطلق إيش؟ أنا أسميه الأنانية الأخروية، يعني يحب نفسه منطلق الآخرة. فعاد إلى نفسه قال ماذا يعني أن أحب رسول الله أكثر من نفسي؟ معناه أنا حكون لي مكانة أعلى في الجنة، معناه الله عز وجل سينظر لي مكانة، معناه خير لي أن أحب رسول الله أكثر من نفسي. فعاد قال يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي؟ قال الآن يا عمر. صناعة النية هي القدرة أن يغوص الإنسان في أعماق نفسه ويعريها أمام نفسه. تعري نفسك لنفسك الآن قبل أن تعرى يوم القيامة. هذه ليست سهلة. أنا دائما أقول أتمنى زي واحد يكون عنده ساعة في اليسار يكون عنده بوصلة النية في اليمين. قبل ما أبدأ عملي معك اليوم، قبل ما أجلس معك اليوم طلعنا في الساعة 5 مزبوط. أتمنى يكون في بوصلة تانية طالع. إذا كان عقاربها فوق معناه جلسة معك اليوم هي خالصة لله سبحانه وتعالى، لكن إذا عقاربها تحت لدنيا أصيبها أبدأ أشتغل وأصلح النية وأغوص جوة نفسي وأشوف العقرب طالع فوق. طبعا ما في الكلام ده، لكن أنا أؤمن كل واحد يستطيع أن يصنع البوصلة الداخلية حقته عن طريق التمرس في أن يسأل أنفسه نفسه أسئلة معينة. هذه الأسئلة تكشف له نفسه لنفسه. أن تعري نفسك لنفسك، أن تظهر حظوظ نفسك في اللحظة أنك تكشف نفسك لنفسك وحظوظ نفسك وتدرك أنه في حظ نفس وتنكسر في هذه اللحظة، الله سبحانه وتعالى يجبر لك كسرك بإذن الله. لكن تعيش حياتك كلها ما تداري أنت أصلا هل في حظ نفس ما في حظ نفس، في نفاق ما في نفاق، في رياء ما في رياء. تأتي يوم القيامة وتحسب أنك عملت أعمال جبال وتجد أن كلها ذهبت، لأنه للأسف الله عز وجل لا يقبل أن يشرك به حتى في أعماله. احنا الآن مضطرين أن نأخذ فاصل قصير ثم نعود لك. فاصل ثم نعود. شكرا لك. حياكم الله من جديد مع ضيفي الدكتور وليد فتيحي. عندنا مجموعة من الصور ودي أستعرضها معك نادين تلي وتفتح معنا شوية نقاش. طيب خلينا نشوف الصورة الأولى مع بعض. شايف الصورة هذه؟ طبعا. وش قصة هالصورة؟ أنت طبعا مع خادم الحرمين الملك عبد الله. أعطونا الصورة خلينا نشوفها شوي. حقيقة هذه من وهذه مع الأمير سلطان رحمة الله عليه. هذه من أجمل مواقف حياتي، لأنه يعني إلين دحين أنا ما أعرف الله عز وجل كيف جعل الملك عبد الله يأتي. رحت له حوالي 25 رمضان في القصر، وقفت أمامه وطلبت منه أنه يجي يفتح مركز الطب الدولي طالع فيه، ونفعل إن شاء الله. وذاك اليوم كان يوم ممطر ومع ذلك جاء، وكان حقيقة سعيد جدا. ووقفت أتحدث أمامه وكان معي ورقة مفترض أقرأ منها، ثم وجدت أنه فرصة أتكلم من قلبي فطب جيبي، وقلت إن الله سبحانه وتعالى إن إذا أراد لعبد خير لم يتركه وحيدا، وإنما أرسل له برسالات. والله اليوم بعث لي 3 رسالات. هذا حين مرتجل أنا. الأولى أن الله أنه اليوم يوم الأحد ويقال الأحد يعني بدأ الخليقة، نسأل الله أن يكون إيش هذا يوم
بداية طيبة، والثانية أنه الله عز وجل يعني شرح قلبك إلى هذا المكان، ها؟ إن ربي إن شاء الله يشرح قلب الزباين. والثالثة قلت له أن إذا نزل المطر هناك دعوة مستجابة، ودعوة اليوم أن الله عز وجل كما جعل هذا المكان هو المكان الذي تهوي إليه القبول القلوب من مشارق الأرض ومغاربها، أن يجعله المكان الذي تقصده العقول من مشارق الأرض ومغاربها. الملك عبد الله عينه دمعت في ذيك اللحظة، وأحسست بإحساس أبوي جميل جدا، من أجمل أيام أيامي. وكانت افتتاح المركز الطبي طبعا جاء. وبعدين شيء جميل أنه مسك الرسالة، وأنا حقيقة أول ما جيت يعني فهمت الناس كلهم، شوفوا أنا يعني قال لا تكون أكثر مرونة دكتور وليد وكذا، قلت له أنا ما عندي مرونة، أنا جاي من أمريكا، أنا حمشي الصراط المستقيم. قالوا بس الوضع صعب، لن تكون أكثر مرونة. أنا ما عندي مرونة. فأتى الله سبحانه وتعالى الملك الله يحفظه مسك الرسالة، أن هي صناعة نموذج فريد برعاية صحية ذات نظرة شمولية لشفاء الإنسان جسدا وعقلا وروحا باتباع أفضل المعايير الطبية العالمية للعلاج واقتفاء المعايير الربانية في المعامل الأخلاق. أخذ الرسالة حطها في قلبه، قال هذه أنا أحميها. فالسلطان قال له أنت بنفسك؟ قال له أحميها بروحي. في تلك اللحظة بعد ذاك اليوم كلما أواجه أحد في يعني الدائرة الحكومية وما يكون صحيح، يعني ما هو الله عز وجل يسر لي أن أبني مستشفى دون أن أحتاج أن أكون مرنا. أنا مشيت الحمد لله ربنا أكرمني، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه حيث لا يحتسب. فلا أنساها له لأنه الكلمة دي حقته أعانتني. قصدك أني يعني أنت ما يعني غير بالعادة المفروض الواحد يدفع من تحت الطاولة ولا كلام معك بصراحة يعني حقيقة يعني الله يحفظ الملك قبل أن يقول أن هناك في فساد كان عندنا معاناة. عندما تقول هناك فساد تعتبر أنت غير وطني. لما الملك الله يحفظه قال نعم هناك فساد وعمل هيئة لمكافحة الفساد ريحنا، على الأقل نحن اعترفنا أنه في فساد والآن بدأنا في عملية الإصلاح حقته. فكونه مسك هذه الرسالة حطها في قلبه طيب أداني فرصة أني أنا أنت قبل شوي تحدث عن بالمناسبة عندي مقالات أنا أن الفساد كان لا خلينا من الفساد لا أدخل فيه، خلينا في الشغل اللي عندك طيب. أنت تقول أنه فلسفة حقتك يعني قائمة على الجسد والروح والعقل في الجسد معروف مركز طبي أكيد أنه الجسد نعم. دخل العقل والروح هو شوف حتى في الدراسة الغربية نحن في السابق في الطب في الغرب كان الدراسة قاصرة لأنه كان هناك في عملية ما يسمى طلاق غير طبيعي ما بين الجسد والروح له علاقة الخلفية الغربية محاولة الكنيسة السيطرة على العلم والبروسيكيوشن أو القتل حق غاليليو فأصبح في عملية إيش الطلاق ما بين العلم والروح الآن الغرب يعود مرة ثانية وجد لا عشان أعالج الإنسان لابد أعالجه بشموليته جسد وعقل وروح معنى ذلك عقله أحترم عقلك أنت كمريض تكون أنت جزء من العلاج أثقفك أعلمك الروح لازم أنا أكون تعاملي معك تعامل يساعد على شفائك يكون عندك جراح أفضل جراح في العالم يكون ولكنه أثناء تحدثه مع المريض يعني هل أفهم منك أنه أنت الآن تقدمون العلاج الروحي في المركز؟ نقول إحنا الروح إيش يعني أحترمك أنت كإنسان يعني مثلاً ممكن يكون جراح مرة أخرى أحسن جراح في العالم أيوة. لكن يدخل يتحدث مع المريض بلغة معينة يجرح مشاعره يترك له جرح في نفسه أكبر بكثير من الجرح اللي حيصلحه يعني يقول تعامل إنساني أو تعامل إنساني نعم ولكن بنفس الوقت أنا أول ما من يعني ساعدني أن أشوف الرؤية دي واحد اسمه بنسون هذا مؤسس المايند بودي إنستيتيوت في هارفارد طيب مؤسس ما يسمى جسد العقل جسد والعقل في هارفارد أول محاضرة حضرت له هي تحدث عن تأثير التسبيح عند المسلمين على ما يسمى relaxation response الضغط دقات القلب يهودي يتحدث عن تأثير التسبيح عند المسلمين على دقات القلب وعلى الضغط فبدأت في ذيك اللحظة أنظر أنه في كثير من الأشياء اللي نحن نقوم بها لم تدرس بعد الإنسان لا يفصل الجسد عن الروح أبدا يعني الآن طيب أنا أقول سؤالي هذه النظرة موجودة عند الدكتور وليد أنا أتكلم أنا رحت للمستشفى الآن المركز نعم إيش اللي بلقاه عن جميل. جنب المسجد المستشفى اللي جنبكم جميل 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 هل نحن خاصة من ناحية الروح اللي نحن طبقنا بشمولية الشمولية جسد عقل روح أنا أقول لك وأعترف نحن لسه قدامنا كثير لكن أكد لك على الأقل نحن بدأنا في هذا الطريق عملية نحاول ندرب الأطباء التعامل مع المرضى مرة أخرى
ان احنا وصلنا هي عباره عن مستوى يعني هذه موجوده الفلسفه لكن لسه ما دخلت في اليات التطبيق، بس نحن على الاقل يعني ثلاث اربع درجات اعلى من اخرين اللي هم لا يعطوا اهتمام لهذه النقطه. احنا عندنا الان مركز يسموه الاستشفاء، وبنحاول ندرب اطباءنا كيف التعامل مع المريض، وكذلك اختيار اطباء. بدأنا دحين طرق مختلفه، الطبيب ما يكفيني انه عنده الملكات والقدره اللي هي الجراحه وغيره، لابد يكون عنده ما يسمى الايموشن انتليجنس، الذكاء العاطفي، لابد يكون هو كيرنج، يعني الفيجن حقتنا اللي هي الكيرنج اللي هو الاهتمام بالمريض، الحب. اذا عندك انسان بني ادم اصلا ما عنده اللف والكير والاهتمام بالناس، اقرب الناس اليه يقدر يديها الناس الاخرين. خليني ادخل في الاتهامات التي تاتي للمركز حقكم غير من المراكز صراحه، لقضيه اول شيء الاستغلاليين. نعم. اسعاركم عاليه، انتم في الحقيقه تقدمون خدمات فندقيه اكثر من تقدمون خدمات طبيه. نعم. تعطون المريض ما لا يحتاج وتقصرون فيما يحتاج. طيب طبعا كلها اتهامات يعني حرام موجعه. بعد 20 سنه امريكا انا ما عادني هذه البلاد الا شيء واحد. وشو؟ ما عندي حافز لا مادي ولا معنوي ولا اكاديمي ولا دعوي، لاني انا الحمد لله رئيس مجلس امناء مركز حضاره الاسلام في بوسطن، واجمل شيء في الدنيا تدي محاضرات في الكنائس والمعابد. اعادني شيء واحد فقط، هناك معايير امريكيه للرعايه الصحيه، معايير كنديه، معايير بريطانيه، أستراليا 18 مليون بني آدم عندهم معايير أسترالية للرعاية الصحية، والعالم يتنافس عشان يأخذ الشهادة حقتهم، ونحن أمة محمد 1.5 مليار ليس هناك معايير إسلامية للرعاية الصحية. هذا هدف العودة حقتي اللي بنحاول نقدمه، نحن الجودة اللي الناس بيسافروا عشانها. عندنا أكثر 100 طبيب يحمل البورد الأمريكي. الاستثمار الحط اخترت المستثمرين اختيار دقيق لا ينظر الى المدى القصير. يعني تصدق يا اخوي عبد الله انا الحين صايم 15 سنه، اول استثمار انحط قبل 1997، يعني كم اكثر من 16 سنه تقريبا. كم راس مال المركز؟ تقريبا حط 1 مليار 800 مليون الى يومك هذا بعد 15 سنه. لم يوزع المركز الطبي الدولي ولا ريال واحد على مستثمر. هل هناك مستثمر يستثمر بعد 15 سنة ما أخذ ريال؟ لو حطوها في أراضي بيضاء وناموا عليها كان 10 أضعاف. المشكلة مجتمعاتنا، الشخص الذي يبني سواء في التعليم أو الصحة عشان الناس بيشوفوه يبدأ الانتقاد. الطب بشكل عام ما هو رخيص، الطب غالي، لكن مجتمعات كثيرة الأولوية عندها هي عبارة عن التعليم والطب. مجتمعات حقتنا ما هي الأولوية الطب والتعليم. تعالي يا حكومة عالجيني وتعالي علميني. طيب انا فلوسي احطها فين؟ الاجازه اخر السنه، انت لا تشتري السياره، انت لا تروح يعني تبدا لي في المركز تروح للحكومه، خليني في المركز حقك. احنا المركز حقك انت تقول انه احنا ما ربحنا. نعم، هذه واضحه. قضيه الاخطاء الطبيه مثلا، في اخطاء طبيه موجوده عند في كل العالم. انا عندي حلقه ان شاء الله في يوم احياء رقم 2 بفصل فيها موضوع الاخطاء الطبيه في العالم كله. على فكره تصل الى حوالي 5% اخطاء طبيه في احسن مستشفيات في العالم، بس هناك فرق ما بين ما يسمى المضاعفات الجانبية المتوقعة بنسب معينة وأخطاء طبية ناتجة عن الإهمال. إهمال وخط تحتها خطين. لأنه عمل الطبيب كعمل الفقيه، إن أخذ بالأسباب كاملة واجتهد فأصاب فله أجرين، وإن أخطأ فله أجر، طالما أن ليس هناك إهمال. طيب قضية الفقراء والناس اللي الطبقات الأقل، نعم، ما فكرتون يكون عندنا في مستشفى للفقراء؟ عندنا لا، انا ضد موضوع انه يكون مستشفى للفقراء. اجل، وانما يكون عندك وقف وتعالج الفقير بنفس الجوده اللي تعالج بها الثري والغني. لما تعمل مستشفى للفقراء شئت او ابيت بعد فتره حيبدا مستواها يقل، لان الفقير هذا ما يقدر يطالب بجوده عاليه، يعني يقول لك انا كثر خير ربي يعالجوني. لكن ان يكون لك وقف وتعالج هذا الفقير في غرفه مجاوره لواحد ثاني ثري بيسألك كيف عالجته ويكون نفس الجودة. عندنا وقف وبنجتهد قد ما نقدر أن نعالج أكبر قدر ممكن، والحمد لله. يعني كان في فترة في الأول حتى ما كنت أرفض ولا مريض في الأول، لكن وجدت نفسي في النهاية أصبحت يسموها الدومبينج جراوند، يعني يقول لك أن هناك مستشفى لا يرد فيها مريض، فأصبح كله إيش بيرمي عليك. وصلنا مرحلة معينة قلت أنه حقفل الإعلام مركزي حقتي وما حقدر أشتغل مرة، فقللناها. صار عندنا ناس يقيموا كل حاله، السوشيال وركرز. طيب عشان ما ادخل في التفاصيل،
خليني اطلع الى موضوع ثاني وحرجع لك على موضوع الطب بس بعد شوي في جزئيه اخرى. خليني اطلع صوره ثانيه ونمسك على قولتهم السبحه من طريق اخر ان سمحت لي. اعطونا الصوره اللي بعدها. تشوف الصوره؟ تذكرها؟ طبعا هندسه. ايوه يعني هذه صورة وانت انت انت متخرج من جامعة جورج واشنطن هندسة صناعية. فلما خلصت رحت درست طب مرة ثانية. صحيح. ليه؟ هو الدراسة الطب في امريكا مختلفة. لازم تدرس قبلها بكالوريوس وبعدين تدرس الطب، وهذا اسلوب حقيقة بالنسبة لي انا. الكلية الطبية حقتنا غالبا اللي حنبنيها حتكون من هذا الطريق، لانه كل الطلبة يدخلوا الطب في امريكا لازم يكون خلص بكالوريوس. أنا أخذتها في الهندسة الصناعية وتخرجت الأول في الدفعة. يعني أنت دخلت الهندسة ودرست وأخذت شهادة من سنة أولى تصير مهندس يعني. لا من سنة أولى في هندسة وأنا عارف إني داخل طب، كنت بدرس البريميد ريكوايرمنت اللي هي المطلوبات حق الطب من سنة أولى هندسة. يعني بدرس الهندسة وفي بالي إن شاء الله حكمل الطب، وكان عندي القبول المبدئي من أول سنة في الهندسة. ولها قصة هي جميلة بس ما بيطول عليك في البرنامج. هو القصة الأهم إنه فتيحي عائلة فيها الذهب والمجوهرات والساعات والأمور دي. وش جابك بالعكس هو العملية. ليش ما اشتغلت مع أهلك في البيئة حقتكم؟ احترامي لهذه الجواهر النفيسة جعلني أستطيع أن أرى النفوس النفيسة كذلك. أنا عملي أعمل مع النفوس. الشيء الآخر أن الوالد الله يحفظه من الناس اللي هم يعني يقدروا مهنة الطب، وكان دائما يقول يعني انا يعني اتمنى يكون واحد اولادي طبيب، لانه شاف موقف معين انه مريض دخل على طبيب يبكي ويدعو لام وابو هذا الطبيب في قبره، فهذه كانت امنيته يعني من سيدعو لي بعد ان اموت. فمن هذا المنطلق يعني ربنا اكرمنا وتحمس لدخول الطب، بالاضافه الوالده الله يحفظها يعني العلم عندنا في البيت الوالده الله يحفظها علمتنا معنى القناعه. الوالدة مش هي زوجة أحمد حسن فتيحي مجوهرات. الوالدة ما تلبس مجوهرات عندها. الوالدة ما تلبس مجوهرات لأنها ترى أن قيمة المرأة في قلبها وعقلها، القيمة الحقيقية. الأمر الغنية هي تستغني عن كل هذا. طبعا أبوي حين يزعل لأنه بعمل تسويق سيء. تستغني عن كل هذا بقلبها وعقلها. فربينا على احترام العقل، احترام العلم. الوالد كان أي حاجة علاقة بالعلم خذ، الحاجه العلاقه بالكماليات لا. وهذا سؤال يطرح يعني انه لو قلنا وليد ما هو فتيحي، وليد اخر. نعم. يعني لو كان وليد ابن عائله من العوائل المتوسطه التي تعيش في احياء جده، هل ممكن ان يصل الى ما وصل اليه؟ يعني صعب انك أنا تعمل دراسه يسموها دبل بلايند ستدي، اللي هي تجيب وليد فتيحي تحطه في بيئه ثانيه وثالثه. لا لانه احيانا قد تكون هذه التجربه، احيانا التجارب الناجحه قد تكون ملهمه واحيانا تكون محبطه. صحيح. لان اذا ما توفر يعني لازم اصير انا ولد فتيح علشان اصير اوصل لهذا المصير. شوف الله عز وجل جعل هناك نماذج متعدده في كل انماط الحياه، من واحد فقير مدقع وصل النجاح لواحد ثري جدا وصل النجاح، حتى يؤكد لنا انه القوه الحقيقيه هي التي لا ترى بالعين وتختبئ هناك في 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 اراده الانسان وقلبه وعقله. لكن اكد لك التربيه ثم التربيه ثم التربيه. يعني الوالد والوالده ما هم تقليديين للعوائل اللي هي الثريه، وانما كان دائما التركيز عليهم قيمه الانسان. يعني دائما كانت اختي تقول لي الوالد يحب اي حاجه فيها صنفر الانسان يحبها. طيب فربينا تربيه مختلفه. طيب انت جلست في امريكا 20 سنه واستقريت، واعتقد انه انت اخذت الجنسيه. انا عندي اقامه دائمه انا وزوجتي واولادي. نعم. طيب فانت الان يعني ايش اللي خلاك ترجع؟ نعم. يعني انت قلت قبل شوي انا ببني صراحة، يعني إيش اللي خلاك ترجع بعد هذا العمر؟ لماذا لم تستقر وتكمل حياتك؟ نعم. هناك بعد هذا؟ أنا أؤمن هذا مفهوم، ما هو مفهوم وطنية. الوطنية هو توطين الخير واستئصال الشر. أنا عدت لأمارس دوري كمواطن من توطين هذه الأسس، من وضع معايير إسلامية في الطب، لذلك قضية هي الإنسان. يعني طبعا أفتقد للدعوة في أمريكا والكنائس والمعابد، لأنه شيء جميل جدا. في بوسطن. في بوسطن نعم. ما في شيء في الدنيا على فكرة أجمل أنك تدعو في كنيسة أو معبد وثم يعني ربنا يفتح على يدك يعني الناس يسلموا. عدت من أجل هذا الإنسان، لأنه ما في إنسان هناك يعني. العالم العربي الإسلامي هنا يحتاج إلى نهضة حقيقية. نهضة يعني أنت تقول أنه أنت عندك مشروع نهضوي تريد أن تقدمه لبلد زي السعودية؟ شوف لازم كل واحد مننا ينذر نفسه لعمل معين. ناس في الطب وناس في الإعلام وناس في التعليم، ثم يضع المعايير الربانية، وقتها تلتقي هذه الدوائر ونستطيع أن نقوم بهذه النهضة للعالم العربي. صحيح أنه أنت
طلبت انه تتخلى عن الجنسيه الامريكيه؟ مقدم طلب الان انك تتخلى عن الجنسيه الامريكيه؟ لا انا ما طلبت لسه، لم اطلب ذلك بعد. في يعني يحق للسعودي انه يشيل جنسيتين؟ ترى انا ما ادري، انا عارف انه في عشرات الالاف موجودين. لا انا مو السؤال هل يتواجدون هنا، نعم. يحق ولا ما يحق؟ نعم والله، يعني انا بالنسبه لي انا عشت 20 سنه في امريكا، هو شيء طبيعي عشان امارس الطب في امريكا ان يعني يكون عندي الاقامه الموجوده فيها، وزوجتي ولدت كمان الاولى، يعني زوجتي في 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 بوسطن في تكساس، فيعني معناها هي سعوديه، وانا اعرف ان في عشرات الالاف من السعوديين عندهم الجنسيه السعوديه والامريكيه. يعني مو بس انا مش حالي. طيب على حقيقه بالنسبه لي يعني لولا انه احساس الوطنيه انا ما اعود، لكن الدليل على الوطنيه هناك كثير من الناس لا يحملوا الا الجنسيه السعوديه، ولكن يعني بس اسال النظام يعني علشان انا يمكن نعم. اخطط اخذ جنسيه عادي يسمحوا لي النظام هنا اني انا اخذ اصير معكم مع العشرات؟ في ناس عندهم جنسيه كنديه وناس عندهم جنسيات اخرى، هو السؤال مش هذا، السؤال هل انت لا يعني مش هذا السؤال، انا اللي حدد السؤال، انت حدد الجواب بس. لا مش بالضروره، انت الحين اذا كان الله عز وجل ترك للانبياء يسالوا تحت احد. انت قبل شوي تحت على التساؤل بس يوم صار التساؤل ما يعجبك ما مشت الفرصه. لا ما تفضل. طيب خليني اشوف فاصل قصير ثم ارجع لك مره ثانيه. فاصل. انت شكلك حتتباشر. حياكم الله من جديد مع ضيفي الدكتور وليد فتيحي. تأذن لي اشوف انا وياك مقطع صغير ونرجع نحكي. خلونا نشوف المقطع اللي معانا الان. اصبحت الافلام الاباحيه الوسيله الاساسيه لنشر وتعليم الثقافه الجنسيه في بلادنا، نظرا لعدم وجود خطه واضحه لنشر الثقافه الجنسيه الصحيحه، مما ادى الى وجود ثقافه مبنيه على اسس خاطئه بل ومنحرفه. هذا مقطع من برنامجك الشهير برنامج محياي. نعم. اول شيء كلمه محياي، انت ليش اخترت هذا الاسم؟ هو ومحياي ولا محياي؟ هي الايه القرانيه بسم الله الرحمن الرحيم، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك امرت وان اول المسلمين. فلما بحثت على اسم افتح القران الكريم سبحان الله طلعت لي الايه دي، فوضعت صباعي عليها فتوقفت وعلمت أن الله سبحانه وتعالى يريدني أن أساهم في تغيير حياة بشر، هذه قضية حياتي. لذلك ومحياي قد واحد لا يدرك، يعني السنة الماضية عملناها بسرعة، السنة هذه البرنامج أخذ مني كل حلقة ما يعادل 20 إلى 30 ساعة بحث مني أنا، 1000 ساعة وضعت السنة الماضية من أجل إخراج ومحياي. كذا كبحث؟ كبحث وتصوير. أيه. كبحث حوالي 20 حوالي 600 ساعة تقريبا فقط لموضوع البحث ومحياي. الهدف منا مرة ثانية مشكلتنا نحن مرة أخرى الإنسان، إذا استطعنا أن نوجه الإنسان جسد وعقل وروح نستطيع، ما في استثمار على وجه الأرض يديك عائد أفضل من الاستثمار في الإنسان. يعني الفكرة الأساسية للبرنامج وشي الاستثمار في الانسان، الانسان يعني انا افضل طريقه، يعني مثلا ديك السنه هذه العناوين التوتر وكيف علاجه، التنمر في المدارس والعمل، التحرش الجنسي، الام صانعه الاجيال، كيف نعيد المراه مكانتها، لانه لن يكون هناك امه قادمه جيل جديد يستطيع يعيد لنا عزتنا ما لم نعد للام عزتها وكرامتها، العمل، الالم، الإدمان، التفاؤل، الصبر، الكذب، الذكاء والعبقريات، الأخطاء الطبية، تعيش الصحة والوقاية، التعليم، السنة الماضية الحب، البغض، الحب يشفيك قبل يشفي غيرك، البغض يؤذيك، يعني كل مواضيع تتحدث عن جسد وعقل وروح وتحاول أن تغير هذا الإنسان إلى أفضل. طبعا البرنامج احنا شفناه في العام الماضي على شاشة NBC، السنة هذه شفنا حتى الإعلانات شفناها. نعم. على في الجرايد. نعم. لكنه ما شفنا البرنامج والله إلى الآن، يعني أنا حقيقة في ذهول. ذهول؟ نعم، لأنه البرنامج أوقف من NBC. أوقف البرنامج من NBC. نعم. وإلى الآن لم أستلم عبارة عن تفسير مكتوب واضح. إذا كان برنامج مثل هذا يدعو إلى التصالح ما بين الجسد والعقل والروح وله كل هذه الفائدة للمجتمع، إذا منعت هذه البرامج ماذا بقي المجتمع يا أخوي عبد الله؟ بعدين نتساءل بعد كده نحن كيف طلع عندنا الناس متطرفين، إذا كان نحن نحرم
أن يكون لنا منابر المعتدلة، نتحدث جسد وعقل وروح ونصحح هذه المفاهيم. تترك المنابر لمن؟ هذا السؤال أنا ما زلت أطرحه ومنتظر، يعني قد يكون هناك في سوء تفاهم موجود، وما أعتقد من NBC. يعني هم وقفوه ولا قالوا لك؟ ما هم من NBC، هو حقيقة أنت ما أخذت في مكتوب بس بالتليفون، ما قالوا لك، ما شرحوا لك ليش وقف؟ قالوا وقف، إن دحين لم يأتيني شيء مكتوب. السبب الرئيسي وأنا أعتقد أن هم NBC تحت بعض الضغوط، يعني أنت تقول أنه NBC ضغط عليهم أنه يوقف برنامج؟ هذا الذي يعني قيل لي، بس أنا الآن منتظر من NBC يأتيني شيء رسمي، لانه يعني واضح انه في مين اللي ضغط يعني ما والله أتركه مستقله اتركه NBC ان يجيب على هذا السؤال، لانه انا يعني برنامج زي هذا له فائده للمجتمع بهذه يعني حرام ان يحرم. مين اللي انت عندك، مين الشخص او من الجهه اللي عندك مشكله معها وضغطت على NBC عشان توقفها؟ انا ما عندي مشكله مع احد، انا كتاب مفتوح، انا عندي ليش وقفوا عندي يعني انت الان عندي 1500 مقاله. متى وقف؟ على مدى 15 سنه، قبل شهر، اول يوم في رمضان. يعني انت الى يوم 30 شعبان وانتم البرنامج موجود؟ صباح اول يوم رمضان قيل لي انه برنامج حيطل يتوقف تحت ضغوط، واللي اعرف انه NBC نفسها يعني حريصه على البرنامج، وانا ما زلت انتظر الى الان من NBC انه يعني يحلوا سوء التفاهم ده ويضعوه مره ثانيه. ليش انت تقول ضغوط ضغوط ضغوط؟ ليش؟ طيب ممكن NBC ما عجبها هذا لا بي. هذا الذي قيل لي على الاقل من NBC فيربلي او شفوي. لكن مره ثانيه من هذا المنبر اخوي عبد الله اقول انه برنامج زي هذا يحرم منه ملايين، انا اعتقد انه هذا ليس عدلا وفيه ظلم، مش لي انا. يعني تحس انك انت ظلمت؟ لا، مش انا، ما يهمني، انا تعلمت. الله عز وجل يقول لسيدنا إبراهيم شو يقول له؟ أذن في الناس في الصحراء، قال عليك الأذان وعلينا الإجابة. أنا عملت العمل، أنا أصلح النية وأقوم بالعمل، ثم أترك الله سبحانه وتعالى ينتشر محل ما ينتشر في الوقت اللي بغى الله سبحانه وتعالى. لكن هذا السؤال يوجه إلى NBC، لا يوجه لي أنا. طيب البرنامج اساسا هو برنامج هو طلبوه منك ولا مدفوع ولا كيف وضعه؟ اول سنة انا اللي ذهبت لوليد الإبراهيم وريته نموذج لحلقتين أعجب بها وسوينا برنامج السنة الماضية. السنة هذه نفس الطريقة، لكن كان عندهم نية السنة القادمة أن يغيروا الطريقة ويكون هم حتى يعني هم الأشخاص اللي يعني ينتجوا برنامج لإيمانهم به ولأهميته، ولأنه برنامج مش ناجح فقط وإنما له رسالة. طيب أنت الآن البرنامج صار عليه الحمد لله، هو طبعا موجود في إقرأ وموجود في فور شباب وموجود في الصفوة، وإن شاء الله حيكون في روتانا ابتداء من 14 رمضان، حيكون في حلقة في روتانا حيكون من 14 رمضان حيبدأ، وحيكون في حلقتين في اليوم الساعة 10 مساء بإذن الله، وبينتشر في السوشيال ميديا الحمد لله. خليني أدخل على موضوع المحتوى نفسه، يعني المقطع اللي شفناه قبل شوي فيه مقطع فيه صراحة وفي جنس عال، يعني في كلام عن الجنس وكذا. ما تشوف أنه هذا لهذه المادة يعني صعب أن تعرض على التلفزيون؟ وهذا التحدي كيف تعالج قضايا كثير من الناس لم يريدوا أن يدخلوا فيها مع أنها مهمة. السنة هذه عندي التحرش الجنسي والإحصائيات مخيفة في السعودية وفي دول عربية ودول إسلامية، تصل إلى أكثر من 20% تحرش جنسي للأطفال من قبل أفراد عائلة حقونهم. من الذي سيعالج هذه القضايا إذا ما عالجها الطبيب؟ أخوي عبد الله، أنا بالنسبة لي توصيف الوظيفة للطبيب يذهب أينما يذهب الإنسان، كل ما يؤثر على الإنسان سلبا أو إيجابا هو جزء من توصيف الوظيفة للطبيب. صحيح، يعني أنت صحيح أنه أنك دعوت إلى تدريس الجنس في المدارس؟ انت سمعت بنفسك، احنا بنقول نحن لابد يكون توعيه جنسيه، يعني معنى اخر لا توعيه هذا ممكن يكون لا انت تتكلم على مناهج. يعني طبعا هو كل كلمه في الدنيا لها في صدى معين عند الناس، يعني اول ناس في واحد لما نزلت الحلقه في ناس هاجم يقول ولي فتيح يدعو الى تدريس الجنس في المدارس، بعد ما شافها اعتذر قال لي انا اسف ما فهمت. نحن ندعو انه الطفل يكون عنده وعي، يعني السنه هذه التحرش الجنسي لازم الطفل يعرف انه في مناطق معينه بجسمه ما حد يقترب منها، لا قريب ولا بعيد، هو الذي يملكها. أنا الحلقة امبارح لما حطيتها أولادي كانوا جالسين معايا كلهم يتفرجوا. طبعا كلهم في ذهول، لكن بعد ما خلصوا قلت لهم فهمتوا؟ نعم فهمنا. وأصدقائي كذلك قالوا أولادهم فهموا أنه هذه في مناطق معينة ما يقترب منها أحد. أخوي عبد الله، إذا كان الطبيب مش هو الشخص اللي يعالج هذه القضايا، من سيعالجها؟ هذا دوري.
طيب البرنامج فيه أرقام وفيه إحصائيات، بس صراحة في أحيانا أرقام وإحصائيات صادمة أو خلينا نقول غريبة، هل هي مثبتة علميا أو إلا لا أنت قاعد تنقي الغرائب؟ كل واحدة منهم حلقة أنا بحثها بنفسي 20-30 ساعة، والآن هطلعها في كتاب ومع السي دي حلقة، ما في معلومة أخذها إلا تكون موثقة من ما يسمى peer review journals، اللي هي المجلات اللي هي مراجعة من قبل اللي هو المراقبين. ليس هذا فحسب، بعد كده عندنا شخص آخر يرجع ويتأكد من أنه المصادر مضبوطة عشان نحطها في الكتاب حقنا. فأنا حريص أنه كل معلومة تكون مؤصلة من ناحية العلمية، وكل شيء من ناحية الشرعية مؤصل من ناحية الشرعية. طيب قضية يعني طرح، أنت تطرح يعني هذه المعلومات الطبية المختلف عليها، يعني صح أنها مثلا مثبتة لكن هي في النهاية مش محسومة، نتيجة محسومة، بس أنت تطرحها على شكل أنها محسومة. لا يعني مثلا عندك في بعض الأشياء ذكرت أنه العلم ما زال يبحث كذا وكذا، ودائما حريص لما يكون المعلومة ما هي مؤكدة 100%، أنا أضع المعلومة وأدي المصادر. طيب والشخص له الحق أنه هو يرجع يسأل فيها، بس أنا حريص جدا أنه ما أضع إلا شيء علمي. لأنه أحيانا تعطي الشغلة بس يعني تكبيرها ووضعها، يعني المعلومة قد تكون هي زي إيش مثلا أخوي عبد الله؟ إحنا أنا حسألك طيب زي إيش؟ أنا كل الأشياء اللي أنت تضعها، كل المدراسات اللي تضعها، ما في يعني مثال محدد، كل الدراسات تضعها، أنت من خلال طرحك أنت تسوي شغلتين. أول شيء تشعرنا أنه هذه محسومة تماما، مثبتة، أوكي، واحد وفي يمكن وأيضا تعطيها أكبر من حجمها في قضية الطرح. أنا أحاول جهدي أن أكون مؤصل علميا، أنا مهندس وطبيب ويهم أن يكون معلومة مؤصلة من ناحية علمية. إذا عندك معلومة معينة قل لي هي، بس أنا يعني حريص أن أسمع منك إذا كان في شيء مخالف لذلك. خليني أشوف معك صورة أخرى إن سمحت لي. حاضر. ونترك البرنامج يعني إلى وقت آخر. خلينا نشوف الصورة القادمة. تعرف هذا الرجل؟ إيه طبعا. طبعا هذا معالي وزير العمل وأيضا مكلف بوزارة الصحة الدكتور عادل فقي. طبعا كورونا احنا تراجعت عندنا في بعد ما صار هو في يعني كرسي الوزارة. انا الان سؤالي مش عن معالي الوزير، انا اتكلم عن سؤالي عن اداء وزارة الصحة بشكل عام. نعم. انت كيف تقيم اداء الوزارة بحكم انك انت طبيب؟ نعم، في السابق والان بشكل عام، يعني انا اتكلم عن منظومة الصحة يعني. نعم. بغض النظر عن الدكتور عبد الله ولا الدكتور عادل، موضوع يطول. مثلا عندي حلقة في بوحياي عن تعزيز الصحة، هتكون تاخذ جزئيه واحده من الصحه بتشرح لك اياها بشكل عام. لما تنظر الى دول زي استراليا، وضعوا معايير معينه كيف يتحولوا مما يسمى بالوضع الحالي الى مجتمع ثقافته ثقافه صحيه. نحن الان في السعوديه للاسف الشديد معظم ميزانيه حقتها توضع في مستشفيات لعلاج امراض، ولكن ما فيش وقايه من هذه الامراض. نحن لسه عنا دوله تعتبر يونغ، اللي هم شباب. السمنة من أعلى نسب في العالم، التدخين، السكر، وغير ذلك. معنى ذلك خلال 10 أعوام إذا أنت ما عملت وقاية لن يكون هناك ميزانية تكفيك أن تعالج هذه الأمراض. يعني أنت ومهما عملت مستشفيات لن تلحق. طيب إيش يحتاج القطاع الصحي في المملكة؟ يحتاج الآن أول شيء ما يسمى تعيين الصحة. نعيد مرة ثانية برامج نغير المواطن السعودي هذا إلى مواطن صحيح، زي ما سوي استراليا. توعية نزلوا. لا مو توعية. تختلف من توعية إلى ما يسمى ثقافة، إلى ما يسمى نمط حياة. يصير السعودي نمط حياته تدخين يعني. السمنة، الحركة، هذه كلها، هذا من أهم الأشياء لازم نقوم بها. والله عينه أخ عادل فقي أخذ تركة صعبة جدا. لا أنت اتركنا من دكتور عادل، أنت لو كنت وزير للصحة ماذا ستفعل؟ إيش الأشياء الأول اللي هتبدأ فيها فورا؟ الشيء الجميل أنه يعني كلنا نحن طريقة المهندس عادل فقي الله يحفظه اللي هي workshops، وردي عمل workshops وجلس معنا كلنا وسألنا السؤال ده وأخذ من كل واحد مننا إيش ممكن يعمل. ها ولخصها في أشياء. فالشيء الجميل احنا ما نبي ايش سوى، نبي انت الان ايش الراي. انا لو كنت بالنسبه للخطه حقي ذكرتها، اول حاجه موضوع التامين الصحي لابد يكون تامين صحي لكل مواطن. واحد. اثنين، صعب انه الصحه نفسها اللي هي عندها الميزانيه وهي المقننه وهي المشرعه وهي المنفذه وهي المقيمه والمعاقبه، لابد يكون في فصل من هذه المهام كلها. رقم اثنين. رقم ثلاثه، لابد يكون دور
الصحة هو دور وضع القوانين policy procedure standards quality standards ويخلي فيه شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، لأنه القطاع الخاص الآن على الأقل بالطريقة اللي ماشيين فيها more efficient، يعني الفعالية العمل فيه أعلى بكثير من القطاع الحكومي، ولها أسباب كثير. قد يكون مثلا انت سالتني سؤال كان في 3 ساعات. طيب عشان يعني اوفر عليك الوقت، يطمح دكتور وليد للوزاره؟ حقيقه لم اطمح في السابق ولم افكر فيها، وطول حياتي اصلا اعمل على حاجتين، النيه ونويت بالذي بين يدي. نويت يعني لا تطلب منه النيه لا تطلب منه أن يخرجك من حالة ليستعملك فيما سواها، فلو أراد لاستعملك بدون غير إخراج. أنا ما أطلب دائما ربنا، لا أبغى أعرف هنا ولا هناك ولا هنا، هي تركة يعني ما هي سهلة، طيب وما أطمع لها، وأنا أعتقد الرجل الذي اختير هو الرجل الصحيح اللي هو الدكتور عادل. نعم تقول مهندس عادل عفوا لأنه هو لأنكم بالطلاق بالصحة حطي المهندس عادل فقيها، صحيح انه هو زوج اختك؟ صحيح. يعني عشان بس نشوف نتوازن. نعم في هو نعم نعم، هو معرفتك بي انا لم اكن لاقول هذا الا لانه يستحق، انا ما عندي مجاملات لا في اخ ولا في اب. على المستوى العائلي يعني على نعم. المستوى الشخصي يعني الوجه الاخر للمهندس عادل نعم. ايش الشيء اللي انت تعرفه او العائله تعرفه واحنا ما نعرفه؟ هو انسان تكفي. انسان نعم. طيب خليني اطلع فاصل وارجع نعم. للانسان الذي امامي. فاصل قصير. شباب مرتفت السياره فيها شيء؟ شباب كراسي المقهى فيها شيء؟ أقول شباب الجو برد ولا حر؟ الأشياء القريبة منك لازم تتأكد أنها مريحت مع ملابس الدفة الداخلية، راحت مضمونة طوال اليوم. شباب كراسي المقهى مرة بطل. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الفشل الكلوي معاناة. أرسل رسالة بالرقم 1 إلى 50 60 للتبرع ب12 ريالا شهريا. بصراحة كنت أشتري شماغ ثاني، بس شماغ بروجيب خامة الجديدة يشبرك تشتريه، جودته تصاميمه إبداع. والآن أطلب غترة بروجيب الجديدة من عجلان وإخوانه. حياكم الله من جديد مع ضيفي الدكتور وليد فتيحي. دكتور ودي أشوف أنا وياك صورة، ممكن تفتح معنا محور اخير قبل نطلع للتغريدات. خلونا نشوف الصوره مع بعض. شايف الصوره هذه؟ طيب مش مبينه كثير يعني. هذه صورتك وانت تخطب في خطبه جمعه. صحيح. في مدينه جده. مزبوط. يعني انت لابس العمه وجالس تخطب. السؤال الاول انه وليد فتيحي يقدم نفسه على انه طبيب ولا على انه داعيه؟ طيب أول شيء أنا أؤمن أنه مرة أخرى الطبيب يذهب أينما يذهب الإنسان. إلى يومك هذا يأتيني بعض الأشخاص يقول لي أنا مدين لك بحياتي، أقول له ليش؟ يقول لي قبل 10 سنوات حضرت خطبة جمعة عن التدخين والإقلاع عن التدخين وأقلعت في ذلك اليوم. لو استطعنا نفعل هذه المساجد في الوقاية والترشيد والتوعية الصحية نستطيع أن نعود مرة ثانية نساهم في ما ذكرناه سابقاً، نخلط الإنسان اللي هي جسد وعقل وروح. فبالنسبة لي المنبر عبارة عن وسيلة للتثقيف والتعليم والترشيد، فأنا لا أرى يعني لا أرى حقيقة دكتور لا أرى دكتور دكتور
يعني انه انت بتصير تلعب كل الادوار، تبي تصير طبيب، تبي تصير مهندس، تصير لاعب كره قدم، تبي تصير شيخ، ما تجي يعني. هي القضيه قضيه تخصص، يعني يا ان تقدم نفسك، المجتمع يحتاجك في 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 قالب واحد، يعني حتى لو تعددت مهاراتك. فحتى في الخطاب، حتى في الخطاب، يعني دكتور وليد يقدم خطاب طبي بنكهه دينيه ولا يقدم خطاب ديني بنكهه طبيه؟ الشموليه. يعني نحن ليش ننكر على الناس ربنا اداهم ملكات متعدده أن يمارسوها مجتمعاتنا؟ لكن في الغرب ما في مشكلة، طالع مثلا دكتور فيل، كثير من الناس في الغرب عندهم ملكات في أكثر من تخصص موجودين. إذا ربما فتح علي باب أن عندي قدرة أن ألقي خطب جمعة ارتجالا، أداني ملكة وأداني معلومة طبية وما فعلتها، ويوم الجمعة هروح أصلي. أما حجلس أني أخدم الناس وأحاول. لا، هي خطبة شرعية في النهاية، فلذلك لا يعني أنك تلبس. ما معنى شرعي؟ طيب حتى قضية. لا أنا أسألك سؤال، ما معنى شرعي؟ الشرعي إيش معنى؟ هو الذي يخدم الناس، جسمه اللي هو ذي القرنين، إنا أتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. ما هو هذا السبب؟ قالوا هو العلم. ما هو العلم؟ علم شرعي الذي يخدم الناس. طيب بالنسبة لي بحاول أخدم الناس بالترشيد والتوعي والتثقيف. قضية العمة حتى يعني صارت هناك تساؤلات، وكنا نحكي فيها قبل ندخل الحلقة على موضوع. أنا بالنسبة لعمة عشان أريحك، العمة بالنسبة لي بس تذكرني ابن سينا، تذكرني بالرازي. ابن سينا كتب كتاب القانون في الطب وعمره 16 سنة. سمعت الناس وبقي كنا نحكي بالحلقة إنه هذه صوفية ما صوفية. ابن سينا بقي يدرس كتابه 600-700 سنة في أوروبا. بالنسبة لي رمز للعلماء المسلمين والأطباء منهم. أما بالنسبة للتصنيفات اللي عارفها دي، شفت التويترز يعني سألوا هذا صوفي ولا مصوفي. حقيقة أنا كتبت مقالة عام 2003 عنوانها التصنيف إرهاب فكري. التصنيف إرهاب فكري. أبي أقرأك حاجة الملك عبد الله حفظه في 2012 قال، وجه بالابتعاد عن التصنيفات المذهبية والفكرية والمناطقية واستخدام لغة التصنيف والإقصاء، وأكد في تصريحه أهمية الحوار في ترسيخ وتعزيز الوحدة الوطنية. التصنيف هذا والإقصاء هي مرض يصاب به المجتمع السعودي. أنا واحدة مرة في نفس اليوم، واحد قال لي صوفي، والثاني قال لي علماني، والثالث قال لي إخواني. ففي نفسي قلت أنا نفسي أبعث لك الثلاثة، أقول له لو سمحت مع بعض اجتمعوا وقرروا مين أنا. أنا إنسان صعب تصنيفي، لأني أعمل العقل، الرحمن علم القرآن، خلق لسان علمه البيان، البيان هو العقل. كل قضية أنظر لها وأحكم العقل، قد يكون نظري فيها أقرب لتوجه هذا أو طيب. هذا أو أنا أريد أستعرض معك مجموعة من التغريدات في اللي يسمح فيه الوقت. تفضل، أعطونا التغريدة الأولى. هل تلقى تهديد بوضع المركز الطبي ضمن مشروع إزالة حي الرويس بعد انتقاده القوي لفساد إمارة مكة بعد كارثة الجدار؟ لا، ما له علاقة دي، هذه ما له علاقة بهذه. هو حقيقة كان المركز الطبي الدولي في تطوير الرويس أضيف لها من أجل أن يساهم في تطوير المنطقة، وعندما تأخر المشروع أخرجونا لأنه تعطلت مصالحنا، ما حقدر نعمل أي حاجة. لكن هذه ما له علاقة ب يعني ناس بيركبوا شيء ورا شيء، ليس ما له علاقة هذه على الإطلاق، ما له علاقة. طيب خلينا نشوف التغريدة الأخيرة والثانية. أعطونا تغريدة. المرأة ماذا تعني للدكتور وليد فتيحي؟ أنا قرأت كلام بس ودي أتأكد منه أنه منسوب لك صحيح ولا لا، أنه المرأة أكثر إنتاجية وجدية وتميز من الرجل وأثق فيها أكثر منه. نعم صحيح. للأسف في السعودية بالذات الظاهر المرأة عشان لم حرمت فرصتها، تجد حتى في الجامعات أعلى علامات اللي هي البنات، في جدية أكثر بالنسبة للمرأة. إذا أردت أن تعرف المرأة في عندي حلقة اسمها الأم صانعة الأجيال، لكن تثق فيها أكثر من الرجل الآن. أيه؟ بجديتها. أيه؟ ومحاولة إثباتها نفسها بشكل عام. أيه؟ نعم، ولكن ما أقدر أعمم أن هناك رجل جاد. طيب شكرا، انتهى الوقت، ولو ودي أنا أخذ وأعطي معك في المحور ذا تحديدا. الحمد لله أنا خلص. شكرا لك دكتور شكرا وليد. سلام. الشكر موصول لكم أنتم، وانقلوا على الدكتور وليد فتيحي أنه يقول MBC أوقفت برنامجي. السلام عليكم.